محكمة. قدام القاضي معنى لازمك تحترم روحك وتسكر فمك. ثاني حاجة قدام قاضي ولابس مرايات يعايشك. شنو الفرق سيد القاضي؟ الفرق اللي أنا مخلص فلوس على مرايات هذيا باش نشوف المناظر اللي كيفك. واحد فقير نجس حقير حثيرة المجتمع فرح بوسيت يا خمش. القانون ربني فرح بوسيت. يعني سكت. واي جماعه الشيكات سيد القاضي تحايل عليه فورنيسور بالي شيكاتي الناس ما نعرفهاش وقطع من البلاد وهو خالص الشيكات. اش عندك من الشيك انت؟ 10 شيكات. الشيك بخمسه سنين 10 شيكات 5 فوا 10 50 سنه حبس. عليه سيد القاضي يا مان عليه باش تخلص ولا فين تشدوا البترول من الارض تشدوا فيه من الشعب ارموه في السجن. اللي بعد انت عندك قضيه بتاع شيكات بدون رصيد باش تخزز في الحبس باش تموت في الحبس. سيد القاضي القانون هذا يدمر العائلات يشرد الاف الابناء السجن ماهوش حل. سيد القاضي قدش عندك من شيك انت؟ عندي 20 شيك سيد القاضي. 20 شيك في خمسه شيك بخمسه سنين 100 سنه حبس. عليه ديناصور شفيه باش تتلبوا معاش تعاود صنعتك. وين باش نعاودها صنعتي في الجنه؟ سيد القاضي القانون هذا من عهد الاستعمار، القانون هذا يخدم مصلحة البنوك واللوبيات، سيبونا خلونا نخدموا. ارموه في السجن. ش عندك؟ شيك ب 200 دينار ما خلصتوش. ما نجمش تخلص 200 دينار. سيد القاضي نحن جماعة الشيكات معبين الحبوسات. الوطن هذا أكثر من حق بلعة ما تنجم تلمد حتى شيء. ارموني في السجن. ارموه في السجن.